بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. ثم أما بعد، نشكركم على حسن الضيافة والجهد التي قمت فيها في إنشاء هذه الكلية والكليات التي تم التعاون معكم فيها. نشكر الجامعة أيضا على إنجاز هذا العمل في أسرع وقت ممكن، ونتمنى لكم التوفيق والسداد وأن يتحقق الكلية والكليات الأخرى نتائجها وثمراتها في إخراج مخرجات للسوق والحاجة التي تحتاجها البلاد والبلاد الأخرى، ونتمنى لكم التوفيق والسداد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. شيخ أبو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم على تنظيم هذا الحفل الجميل، ويسرني أن أكون بينكم وأن أحضر نيابة عن الوالد أحمد صالح علي الحمود الشايع حفظه الله، وذلك لافتتاح كلية صالح علي حمود الشايع رحمه الله للنظم المعلوماتية، وجاء ذلك حرصا على الوالد أحمد الشايع رعاه الله على تعليم الشعوب، وذلك للارتقاء بأوطانهم. ونتمنى لطلبتنا التوفيق والسداد إن شاء الله لتطور وطنهم، وكذلك يعني نشكركم على تنفيذ هذه الكلية، وكذلك نشكر الأخ عبد الرحمن جمال الحداد على إشرافه لمثل هذه المشاريع، وبالتوفيق إن شاء الله لكم.